وسهلا فيكم مشاهدينا بهي الحلقة الجديدة من مسابقات رمضانية. اليوم نحن بجامعة تشرين، ومثل ما حكينا بالحلقة الماضية انه كان معنا فريقين، كان معنا فريق الطب وفريق الهمك، واكيد مثل ما تابعنا بالحلقة انه فاز فريق الطب على فريق الهمك اللي هو تأهل معنا للمرحلة الثانية. اما اليوم راح نكون مع فريقين مختلفين كمان من كليات ثانية من جامعة تشرين. يسعد اوقاتكم. يسعد اوقاتك مازن. يسعد اوقاتك ويسعد اوقاتكم اعزائي المشاهدين. نحن مكفين بالمسابقة ومكفين بالتنافس، معنا فريقين جدد اليوم، معنا العمارة والآداب، أكيد حيكون تنافس كتير كبير. صحيح. لنشوف مين بده يربح، مين بده يتأهل للدور الثاني مع فريق كلية الطب. نحن بالبداية معنا ظروف أنا وياكي. رح يختاروا. بدهم يختاروا، ونحن حنترك الظرفين هون، مين بيسبق وبياخذ ظرف؟ مين سبق؟ الآداب حركين أكثر. أخذوا قبلك أنت. بس شوف لنا الأرقام لو سمحت، فردية أو زوجية؟ فردية. إذا البداية من عندكم، البداية من عند الأدب. اوكي، معناها نحن هلا بدنا نتعرف عليكم بالبداية، فريق الأدب وفريق كلية العمارة. نبلش من فريق الأدب، تعرف عليك؟ تمام فخورة. تمام، أهلا وسهلا فيك. مرح يوسف. مرح، اهلا وسهلا فيك. علي سباهي. علي سباهي، اهلا وسهلا فيك يا علي. تمام، ونوره وعلي. فريق العماره. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. مروه شقي. اهلا وسهلا مروه. محمد غاني. اهلا وسهلا محمد. اذا غياس ومروه ومحمد. ومحمد. اهلا وسهلا فيكم. ضياء. ضياء، اهلا وسهلا فيك ضياء. نحن اذا الفريق الاول هو فريق الاداب. نعم. اعتبرناه ونبلش من عنده الاسئله. نعم. جاهزين؟ بدايه من عندك مازن. ومستعدين؟ دائما مستعدين. لنشوف. كنا احنا عم نزح معك قبل الهوى عم نسالك على ابواب مدينه دمشق، بس هو السؤال مو هيك، بنسالك عن ابواب مدينه حلب. تعددها او تعدد ثلاثه منها بكفي مع الاسماء. طبعا فيك تستشير رفقاتك ومعكم 60 ثانية. بلش العد. عندكم الجواب، تفضلوا. تفكروا، تشاوروا. طيب إذا أعطيتكم خيار ساعدكم فيه شو رأيك؟ تفضل. أنه بس يقولوا لي عدد الأبواب. قديش عدد أبواب مدينة حلب؟ ما بتعرفوا ولا اسم. نحن عم نسمع هلا الدقائق عم تمر. عم يخلص الوقت. عفوا الثواني. 9 أبواب. 7 أبواب. لا تحذر، بدي جواب نهائي. 7 أبواب. 9 أبواب. جواب نهائي 9 أبواب. ما حد يصبح معه هيك. بتعرفوا الجواب؟ 3 أبواب؟ لا، بتعرفوا الجواب شو أسماء أبواب مدينة حلب؟ باب الحديد. 9 أبواب. باب الحديد وغيره؟ لا، باب الحديد. غير باب الحديد. باب النيرة؟ باب النيرة، شو كمان؟ باب السجن؟ باب. كان الوقت عم يخلص بسرعة. قلت 9 أبواب. 9 أبواب. أفيا. هلا بنعرفكم ياهم نحن. والله بيعرفوا جواب، يا ريت السؤال لإلهم. كانوا جاوب. كانوا بياخذوا 5 علامات، بس لا مو من أول مساعدة. خلص الوقت، جوابكم الأخير. 9 أبواب. 9 أبواب. بنعدد لهم نحن الأبواب، عندنا باب الحديد، باب أنطاكيا، باب النصر، باب قنسرين، باب الفرج، باب المقام، باب الجنان. أو باب جنين مثل ما بيسموه باللهجة الحلبية، وباب الأحمر وباب النيرب. 9 أبواب. 9 أبواب. قديش بنعطيهم بنساعدهم؟ نعطيهم 5 علامات؟ 5 كونه بس قالوا العدد. طيب وإلكم 5 علامات. نستاهلها. نستاهلوا بس فكروا أكثر. طيب نحن ننتقل للفريق الثاني. الفريق الثاني كلية العمارة، سؤالكم هو لازم يكون لإلهم أدبي، لأنه من هي مؤلفة الكتب التالية؟ ليلة المليار، كوابيس بيروت، الرواية المستحيلة. قديش محلو هالسؤال؟ سهل ما؟ جماعة الأداب بيلاقوا سهل. ليلة المليار، كوابيس بيروت، الرواية المستحيلة، من هي مؤلفة الكتب التالية؟ في احتمالات؟ لا. مو من اول كل حلقه يعني، هلا خلونا بعد نص الحلقه نعطيكم احتمالات بنساعدكم، بس باولا فكروا شوي، لسه معكم وقت.
جواب نهائي. شو رايك نعطيهم لسه فرصه ولا بنحسم الموضوع؟ انا برايي لا لسه انطروا. خلص الوقت. جوابكم النهائي 100 زياده. انا بعتذر منكم اجابتكم ما كانت صحيحه. ولا علامة. غادة السمان للاسف. يلا معلش بنعوض بيعوضوا يمكن بالاسئله الجايه. لساتنا باول المسابقه، لسه باول الاسئله. ننتقل لعند الادب من جديد. هي بمعنى الحزيره اكثر ما هي سؤال، بس بدنا نفكر فيها شوي. شخص بيكون ابن امك وابن ابيك وليس باخوك او باختك، فمن يكون؟ ابن امك وابوك ولا اختك ولا اخوك، مين بيكون؟ انا. جواب نهائي؟ جواب نهائي انا. خلاص؟ تنتظر لينتهي الوقت؟ ما راح. شو ما راح؟ انا؟ جاوبت، جواب نهائي انا. انا؟ 10 علامات. برافو عليكم. برافو. طيب هو السؤال سهل كمان يعني؟ لا. مو سهل؟ لا. اسهل من هيك؟ سهل. هلا رح اسالكم كمان سؤال له علاقه بالكتب. من هو مؤرخ كتاب تاريخ الامم والملوك؟ اذا قلنا هذا السؤال رح اعطيكم الاحتمالات: الاصمعي، ابن زيدون، الطبري. بتجاوبي مروة إذا بتريدي؟ طبري. ممكن جاوب؟ إجابتك أخيرة؟ لا. سؤال لإلون. معك وقت طبعاً، لسه ما خلص الوقت. بدكم تفكروا فيكم بتفكروا. الطبري، الأصمعي، ابن زيدون. يعني هلا أنتوا راح لكم علامة السؤال اللي قبل، ففكروا منيح. لازم تعوضوها. خلص الوقت مروة، شو إجابتك؟ طبري. مبروك لكم 10 علامات. برافو عليكم. طيب جاوب وقت انه ما بيعرفوا، نحن بنسالك اذا انت عندك المعلومه او لا. هيك بننتقل للاداب. تفضل. ما هو الشيء الذي يرفع اثقال ولا يقدر ان يرفع مسمار؟ عند مين الاجابه هلا؟ عند علي. عند علي. عندك الاجابه علي، بس بحق لك تستشير رفقاتك. بحر. جواب نهائي. معكم لسه وقت، معكم نعطيكم احتمالات بس انه معكم وقت فكروا. البحر. جواب نهائي البحر. جواب نهائي البحر. متوافقين الثلاثة؟ انتهى الوقت. كلمة واحدة؟ كلمة واحدة هلا، ما في وقت. البحر. 10 علامات، مبروك. نعرف دائما عن هلا النتيجه عم يعطوني اياها من كنترول 25 اداب. العماره 10. في فرق 15 علامه. احنا كثير سابقينكم. نحن بنعرف اللي بفوتوا على العماره بيكون رسمهم كثير حلو. نحكي على المايك لو سمحت ضياء. بكل شيء نحن باختصاصنا بنجمع اغلب الفروع او اغلب الثقافات. ندرس فن وموسيقى ورسم، كثير مجالات لحتى نحسن نصمم بناء على اساس الشخص اللي بده يستخدم الفن. فت برغبتك ضياء؟ الفرع هو اختارني، بعد سنتين عرفت انه هذا كان احسن فرع ممكن لاقي حالي فيه. بكون الانسان مرحله البكالوريا اكيد مانه واعي لاختصاصه، او بيكون مرحله عمريه ما كثير واعي انه يختار. فالحمد لله انه الفرع اختارني، بعدين لقيت حالي فيه. الحمد لله. حبيت الفرع يعني. اكيد. طيب هلا سؤال لكم، هي كمان حزوره. نعرفك كلياتنا وقت كنا صغار كنا دائما نحزر. حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول، شو هو؟ حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول. عم يخلص الوقت. جمهور ما بيصير تحكم. الاجابه عند محمد. سامعكم محمد، تمسك المايك سمعنا اجابتك. تنطر ليخلص الوقت. سفين. اجابه اخيره؟ ايه. متاكد؟
نحن عم نسمع الجواب من الصبايا على البلكينه، ما عم يرضوا يشاركونا تحت بالسفينه. ثبت الجواب. مبروك 10 علامات. 10 علامات. صاروا 20 ب 25. ليه؟ لا حكوا قبل، حكوا قبل. لو ما حكوا قبل كان ممكن نحن نغير السؤال، بس هلا السؤال عندكم. وهلا عندك تمام. كم دولة عربية تقع في قارة افريقيا؟ عدد لي اسمائهم كمان. مصر. اول عددهم؟ بعدد لك يعني. عدد لي اياهم اول، قديش العدد؟ لا بعددي، بعدين بقول لك عدد. يلا. مصر، السودان، الصومال، موريتانيا، جيبوتي، اليمن. اليمن؟ بعد اليمن؟ ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، جزر القمر. طيب. جيبوتي وإريتريا. طيب، قديش عددهم هدول؟ بسرعة عددهم؟ نحن بيهمنا العدد. 22. طيب اليمن الشمالي ولا الجنوبي كان قصدك؟ يمن وحده. في اليمن بافريقيا؟ معقول؟ وطلاب اداب؟ عدد الدول 10. عدد الدول 10. عدد الدول 9. بس اليمن موجوده بافريقيا، يعني بس على هي النقطه انا بدي اعطيك صفر. اليمن موجوده بافريقيا؟ يعني لو اعطيتني العدد صح ما رح اقبل تقول لي انه اليمن بافريقيا. طلاب اداب شو رايك؟ اليمن بافريقيا. مرق هيدا السؤال، هلا انتم هون لساتكم 25 وصاروا بس العمارة 20، يعني هلا خمس علامات بيلحقوكم و10 بيسبقوكم. شو عم تدرس؟ صار عدد الاسئله 4 ب 4. تامر انت شو عم تدرس بالاداب؟ تمام. عفوا. فرنسي. فرنسي. انت اخترته للفرنسي؟ ايه. بتحب اللغات؟ اكيد. قد ايه صعب بيقولوا اصعب من الانجليزي او نفس الشيء؟ شو؟ ما فيش علينا صعب. اكيد ما فيش علينا صعب، طالما نحن سوريين ما فيش علينا صعب، بس بالاخير دراسه. كيف المنهاج؟ صعب. لاي درجه؟ يعني انه بيقولوا هلا دائما انه السنه الثانيه هي مقبره جميع الفروع، صح هذا الكلام؟ يمكن. طيب هلا بننتقل معناها بالسؤال لشباب كلية العمارة. فينا نقول ديانة، يعني هيك تربية إسلامية. سورة سمعها النجاشي ملك الحبشة فاضت لها دموعه فما هي؟ إجابة عندك ضياء؟ سورة مريم. متأكد؟ ايه. بدك خيارات؟ لا. هلا هو بيتهيأ له الواحد سورة مريم كونه هو من الديانة المسيحية النجاشي، بس تأكد. فكر. خيارات. فكر مضبوط. عنا سورة مريم، عنا سورة يوسف، عنا سورة النساء. النساء. لا خليهم هنا يجاوبوا دورهم. سورة مريم. برافو لكم 10 علامات. برافو عليكم. طيب نحن ننتقل لفريق الاداب. هلا بالسؤال الماضي ما في حدا منكم جغرافيا؟ فهمت انا في حدا جغرافيا. طيب ما انت يعني اعطيهم رايك. لازم تتشاوروا وتجاوبوا. لا لازم يكون في تشاور. هلا دور مين؟ دوري. لا جاوبت قبل شوي. دور مرح يمكن؟ طيب. طبعا بتتشاوري معهم اكيد. مرح. من هو مؤلف رواية البؤساء؟ رواية عالمية. عالمية اكيد. طب تشاوروا مع بعض علمها. تفضلي مرح. فيكتور هوغو. جواب نهائي؟ ما في تراجع؟ ما بتكون وقت اكثر؟ خلاص موافقين معه؟ موافقين. برافو 10 علامات. برافو. هلا هو سؤال لكم فعلا للعمارة، يعني من أول من وضع علم الجبر؟ في احتمالات؟ لا.
شو كنتي عم تقولي مروه؟ خوارزمي. ايه شو خلاكي هيك تقولي فورا خوارزمي؟ بعرفها من الصف الاول. ليش الشباب هيك ما اقتنعوا معك فورا؟ قالوا لك لا. لا مشكلة كذا واحد احتمال يكون واحد زي يلا تناقشوا اعطوني اجابة اخيرة بس انا شفتها فورا سكتت قالت لكم خوارزمي وسكتت. هو في اكثر من حدا لهيك. ايه بقى يلا تشاوروا واعطوني اجابة. ليك من هلا يكون خلص الوقت. ثواني عم تمروا. خلص نحن بنثبت خوارزمي. ثبتوا الخوارزمي اكيد. في تراجع. خلص الوقت اجابتكم صحيحة. برافو عليكم. ننتقل لفريق الأدب. هلأ بدنا نشوف اللي اختصاصه جغرافيا. نسأله سؤال الجغرافيا. شو رأيك علي؟ بدك مساعدة من رفقاتك ولا لحالك؟ أي سنة بالجغرافيا؟ سنة أولى. طيب من أي الدول تنبع الأنهار التالية؟ الدانوب، الرون، والرين. تمام. من أي دول؟ ما بيهم من وين بيمر او وين بيصب، بس المهم من وين بينبع. في خيارات على كل دولة ولا خلص السؤال؟ حسب السؤال. خلص السؤال جواب. عند الطبري يقول زيدو ولا اسمع. اندونيسيا. اندونيسيا. فرنسا. فرنسا. جواب نهائي. روسيا. روسيا. كل اجوبتكم غلط للاسف. كنت بتمنى سويسرا هي الاجابه الصحيحه. العتب على الجغرافيا بسؤالين مو هيك؟ اكيد. طيب كمان نسالهم بالادب بما انه هم اختصاصهم عمارة. من الملقب بشاعر الفلاسفه؟ خيارات ولا في؟ ما في خيارات. اسهل من هيك سؤال معنا. مو سهل يعني. شو ضياء؟ لا ابو العلاء المعري. اجابه اخيره. اي اجابه. تقديم. شو جوابه؟ في واحد ثاني انا بعرف انه هو شاعر فلاسفه بسموه رهين المحبسين. بس مين هو رهين المحبسين؟ مين هو رهين المحبسين؟ تعرف مين هو؟ ما عندك فكرة؟ اللقب لا. هو شاعر الفلاسفة. إذا عرفت مين هو بيكون الجواب صحيح. أبو العلاء المعرفي. أبو العلاء المعرفي. برافو عليك. 10 علامات. بنرجع لفريق الآداب. بلش من عندك. وبنسألك سؤال. كثير حلو. كثير سهل. أسهل من هيك ما ضل. ما هو اللقب الذي أطلق على ملوك الرومان؟ قياصرة. القياصرة. ما كان في هيك لقب ثاني ولا بس القياصرة؟ اللقب المتعارف عليه القياصرة. امبراطور. كان في قياصرة وكان في امبراطور بس نحن بدنا نثبت شيء يعني يا قيصر يا امبراطور. قياصرة. خلص بنعتمد على الشكل النهائي. شوف هي عم يعطيك انه الوقت رح يخلص فشو تمام. قياصرة. قياصرة. هالوقت 10 علامات. برافو عليكم. تحكي لنا شوي عن دراستك. تمام. أدب فرنسي. لأنه قبل شوي ما عطيتنا هيك كيف تدرس آداب اللغة الفرنسية، تدرس المحادثة. أي سنة حاليا؟ سنة أولى. سنة أولى يعني لساك جديد على الجو. طيب شو بتحكي لنا؟ فرح حلو. باختصار. باختصار. ممتع انه الواحد يكون في لغة ثانية غير اللغة المتمكن منها لغته الأصلية اللغة العربية. أكيد. قوي باللغة العربية. تمام. قوي بكل شيء. وبالمسابقات؟ بكل شيء. إن شاء الله. تعطيه لمرح. نسمع من مرح رأيها. شو عم تدرسي مرح؟ أدب عربي. أدب عربي حلو. متمكنة؟ إلى حد ما. أي سنة؟ ثانية. حلو. أصعب شيء بيقولوا السنة الثانية صح؟ لا السنة الثالثة. ثالثة؟ سنة تانية. لا سهلة. سهلة. بس تعلم اللغة العربية ولا اللغات الأخرى أي أصعب؟ لا أنا بحب اللغة العربية فبشوفها سهلة. حلو كتير. تحفظي شعر مني؟ مو كتير. لا. لا. والنحو كيف معك؟ لا النحو سهل. سهل.
أنا ما كتير حفظت شعر تمام يعني. لا مو كتير، مو هوايتي أحفظ شعر أبداً. لا. تكتبي؟ كمان لا. ما عندك هواية الكتابة بأي شيء، لا شعر ولا نثر؟ تكتب لو كان مختصصك يعني، ممكن كل الناس تكتب شعر. برافو. وعلي شو بدك تحكي لنا عن دراستك؟ أنا بدرس جغرافيا سنة أولى، يعني فرع الجغرافيا فرع ملم بكثير نواحي يعني. صح. يعني مثلا مناخ وأرصاد والشغلات هاي كلها نحن ندرسها يعني دون عدة مراحل يعني. حلو. ملم بدول، بتعرف الواحد على دول، على مناطق. بس زعلت منك أنا مشان الدول، معقول ما تنبهوا على اليمن إنه بآسيا مو بآسيا؟ جاوب بلا ما يقل لي. طيب حكيني. ما شاورني قال لي. المهم نحن نتعامل إنه نحن كلياتنا فريق واحد. هو أناني. يكون في إجابة لا لا لا. هلا الفريق الثاني بيفرح اذا هيك كنتوا انتم متنافسين مع بعض، لازم تكونوا ايد واحده. لكن اكيد هذا الكلام. اكيد بنتمنى لكم التوفيق بدراستكم ومعنا خليت كثير حلو من الاداب يعني، فرنسي عربي جغرافيا حلو. بس انا كثير بدي هلا بدي اجي مع مرح يعني، بتعرف انت انا خرجت ادب عربي بقى لازم اكون معه. تعملي له واسطه هيك شيء. طيب بنشوف. طيب هلا السؤال مع كليه العماره، سؤالكم هلا كثير بالجغرافيا. جغرافيا غريزة شوي. ما أعلى جبل في إفريقيا؟ طبعا سؤال سهل، سؤال صعب، لازم يكون بس الجواب كل مين جار لازم يكونوا سمعوني. تفضلي مروة. سلسلة جبال الأطلس بالجزائر. كليمنجارو. أو أعطوك إياها بتفصيل كمان. أكيد. إنه سلسلة جبال الأطلس وقمة جبل كذا يعني. واسع. خلص الوقت، الإجابة الأخيرة مروة. كليمنجارو. برافو 10 علامات لكم. برافو عليكم. قديه صاروا العلامات معنا؟ بالكنترول. العمارة 60 والآداب 45 والعلامة عم نشوفها نحن هلا على الهواء على الشاشة. هلا على فكرة أنا ما كنت متوقع إنه يجاوبوا، أنت كنت متوقع إنه يجاوبوا عليها؟ صراحة لا. لا بس برافو عليكم. نحن الحلو بفرعنا إنه بندرس كل شيء عام. كل شيء. يعني. كل شيء. موسيقى وفنون و بتتحدون الآداب منيح يعني. وآداب. يعني بتتحدون منيح وحتسبقون فرق منيح هلا. لا هون علي اللي بده يشوف اسمه عفوا طب ما عم بده يرد يلا. بس عندي سؤال. تفضل. ممكن النتيجة مرة ثانية؟ النتيجة 60 45 محسوبين الدقة، في ناس بالكنترول لجنة شغلتهم انه يحسبوا ويسجلوا كل شيء، ما تشغل بالك من هالناحية، العدل موجود. طيب حنسألك سؤال علي، شو رأيك؟ عندك هلا من الفريق وعندك الإجابة؟ عندي. طيب سؤال هيك له علاقة بالديانة بالشريعة الإسلامية، أنا عم سهل لك ما سألتك السؤال مباشرة، ما هي السبع المثاني؟ ما هي السبع المثاني؟ وأنا ما سألتك السؤال جامد، قربت لك إياه، قلت لك إنه شيء بيتعلق بالشريعة الإسلامية بالديانة. هيجاوبوا؟ لا ما بظن. الفاتحة. الفاتحة. صلاة. حدا نقلكم؟ لا. حدا عم يقول لهم الصلاة وحدا عم يقول لهم الفاتحة، حيروهم، هو ممكن يكون الجواب ثالث كمان. الفاتحة. راح يخلص الوقت، لحقوا حالكم، الجواب. الجواب الأخير. الجواب النهائي الفاتحة. طيب. 10 علامات، بس على أي أساس اعتمدت إنه الفاتحة؟ ليش معلومة سابقة. ليش بيسموها السبع؟ ليش بيسموها الفاتحة السبع المثاني؟ وانتوا معلومة سابقة بعرف انه سبع مثاني. بس ما لها تعليل؟ ما لها تعليل؟ جمهور العمارة اللي ورانا مو جمهور الآداب. ما لها تعليل؟ طيب عم تحكي خلي رفيقك يحكي. الفاتحة هي سبع آيات، هيك سموها السبع مثاني. مشان هيك. كويس. طيب نحن ننتقل للفريق الثاني. هلا سؤال علوم تقريبا هيك يعتبر يعني. كم عدد العضلات في جسم الإنسان؟
وين طلاب العلوم؟ طب. في حدا هون علوم او طب؟ طب. جماعة كلية طب ما حيحكوا، لأنه أهلا متأهلين هن للدور الثاني وناطرين. ما بدهم يساعدوا. بده خيارات هذا السؤال. بده خيارات. والله حقكم. معقولة. ما؟ بنقول 619 620 621. قدمي الإجابة، يمسك المايك لو سمحتوا. إجابة عندك محمد. 620. إجابة أخيرة. أخيرة. تأكد. أكيد. تأكد. أكيد. للأسف بقول له ممكن جاوب؟ للأسف. بس ذبحتيهم، ذبحتيهم للأسف، يعني فكروا عن جد. ننتقل هلا للآداب. للآداب عند مين هلا؟ عندي. عند مروة لو سمحت. انت محتكر المايك يعني، وما بدك تعطي لرفقاتك ابدا، وبدك تجاوب بداله. مروة طيب. تعطي لي علي المايك، انت معك مايك لو سمحتي. طيب شو بنسالك؟ بشو؟ حزورة. حزورة مو الك وإله، انتوا فريق مع بعضكم. ايه. طيب راح اسالك حزورة، شو هو الشيء اللي اسمه على لونه؟ احكيها بالعامية، شيء اسمه مثل لونه. كثير سهل. عد مين الإجابة عندك مروة؟ سمعينا شو إجابتكم؟ برتقالي. لا. بس في شيء أقرب من هيك. أصفر. البيضة. أصفر. لا. هلا بده يحكي بس يمسك الخضة إذا علي أو. هلا لو سمحتوا اتفقوا بيناتكم ويعطيني علي الإجابة. بيضة جواب نهائي. جواب نهائي علي؟ متأكد؟ خلاص؟ للأسف. للأسف كمان عشان على مبروك. هي خلص الوقت. بس احنا معنا الإجابة الواضحة كمان على الشاشة البيضاء. طيب. عندك؟ 70 65، 70 عمارة 65 آداب. في خمس علامات فرق. كنت لحق حالك. هلا كمان حزورة. شو هو الشيء؟ كل ما زاد بينقص. ما شاء الله عليهم عم يسمعوا. عم يوصل صوتنا لفوق. الوقت. فينا نحسب كمان القمر. شو الثاني؟ القمر. كيف إذا زاد القمر كيف ينقص؟ الكسوف. بس مو هو إذا زاد. لا. هو نفس الشيء إذا زاد بينقص عم نحكي، ما دخل الكسوف. الوقت أو العمر. عمر الإنسان. الوقت وحدة منهم. الوقت إذا زاد بدك تشرح. لا العمر، عمر هي المصطلح الأسبق. أثبتوا على رأيي. استشيروا بعض. هن من نفس الكلية اللي هون؟ لا لا. بجوز هيك. لا اللي هون تمريض. تمريض. ما في بشكل. شو إجابتك الأخيرة؟ العمر. العمر. مبروك 10 علامات لكم، إجابة صحيحة. برافو عليكم. إجابة دقيقة. طيب ننتقل لعند شباب الآداب. عند تمام. دورك من جديد. سؤال يعني ما كثير صعب. ما هو اللقب الذي كان يطلق على حكام الجزائر وتونس؟ الدايات. دايات. تشاوروا. ليش هيك قاعدين مكتئبين؟ هلا صار نقدر نعطيكم خيارات اذا بدكم. جواب نهائي الدايات. الدايات يعني كل واحد حاكم الجزائر بنسميه الدايات. دايات او البيات. دايات ولا بايات؟ معمر بومدين مثلا، يعني الدايات معمر بومدين هيك كانوا يسموه مثلا. شو التسمية؟ الدايات، الداي معمر الغزافي. الداي ولا الدايات؟ الداي، داي. الواحد منهم شو كانوا ينادوا له؟ الداي، الداي. الداي؟ الداي. فيك تفكر لسه في وقت؟ إجابة أخيرة. إجابة أخيرة الداي. الداي، ما بعرف. متأكد. الداي، مبروك 10 علامات. أنا واثق فيك وبإجابتك. اكيد ما رح شكك انه في حدا ما يخلك، وبعرف فيك وبعرف زميل وبعرف ما اكيد ما حدا رح ينقلك، فلا تشك بغيرك. شكرا. عم يتنقل يعني؟ اكيد هلا روح المنافسه شغاله بس بشكل كثير حدي وقوي، نحن بالاخير هي منافسه عم بالاخير هي بالجامعه، يعني روح المنافسه حلوه تكون رياضيه الى درجه جدا كبيره. شباب ما حدا يحكي. نتمناها تضل هيك يعني. هلا ما معنى طبعاً. كلمه كوستاريكا؟
ما معنى كلمة كوستاريكا؟ أول شيء شو أصلها بتعرفوا؟ لغوي؟ لا. عم ساعدكم شوي. وين جماعة اللغات والأدب؟ في احتمالات؟ في احتمالات؟ لا. لأنه مجرد ما أعطيناكم احتمال فورا بتعرفوا يعني. كوستاريكا. يعني نوعا ما أصعب من غير أسئلة مو هيك؟ بالنسبة للغة كوستاريكا لمين تابع لأي لغة؟ جابة أخيرة لو سمحتوا. الأرض الفجر شيء؟ أنا بعتذر منكم إجابة خاطئة. ممكن جاوب؟ طيب شو الجواب الصح؟ لا نعطيهم فرصة يجاوبوا. يلا. الذهب. الذهب. الذهب؟ لا، طيب لأي دولة هذا ال هذا أمريكا الجنوبية يعود لأي دولة؟ دولة اسمها كوستاريكا. كوستاريكا بدول أصل الاسم يعني أصل الاسم. إسباني. لا فريق الآداب ولا فريق العمارة. إذا أعطونا الإجابة نص الصحيحة شو بنعطيهم خمس علامات ولا لا؟ نعطيهم خمسة. شو؟ إسباني. إسبانيا. إسبانيا. لاتينية. لاتينية. لاتينية بتقول أنت؟ إجابة خاطئة، إجابة صحيحة، لكم خمس علامات، إسبانية وتعني الساحل الغني. إذا خمس علامات للآداب بنضيفها لمجموعة. نعطيهم خمس علامات أو لا؟ أكيد. نعطيهم؟ نعطيهم. أوكي، أوكي. قد إيه صاروا 80 ب80؟ أوكي، تعادلتوا 80 ب80. هي ساعدناكم، ما تقولوا ما ساعدناكم. ضياء، روح رياضية. 80 ب80. هلا إحنا إذا بنعرف. بس أنا قصدت بالذهب هو ال. أعطوا خمس علامات. والمعنى الأساسي الساحل الغني. تفضل. ننتقل لفريق الآداب كمان. ما هي عاصمة السومريين؟ سومر. سومري مدينة بالعراق. إذا التاريخ ولا الجغرافيا قريبين على بعض؟ هلا يعني قريبين. يعني كانوا يدرسوا بالثانوي الاجتماعية تاريخ وجغرافيا. شباب رجاء اللي عم يدوروا على النت وينقلوا ما بدنا هاي القصة إذا بتصير. لو سمحتوا الجمهور مشجع فقط وليس قشاش. شو إجابتكم الأخيرة؟ مدينة سومر. إجابتكم الأخيرة؟ فكر. ما في خيارات؟ كيف أخذوا إذا بتريد هذا خيارات؟ ساعدناكم قبل شوي، هلا بدنا جواب نهائي رح يخلص الوقت. لا إجابة شو؟ الأخيرة؟ سهل وقت كلمة واحدة ما عاد في وقت. بغداد. بغداد للأسف الإجابة الصحيحة هي أور. لازم نكون سألناها للهمك. ما تركنا لهم مجال المرة الجاية معلش. طيب في لكم سؤال حلو لازم تعرفوه هلا. أين يقع البحر الوافر أو أين يوجد؟ في اللغة العربية. باللغة العربية؟ وين باللغة العربية؟ والله شكلها اللي عم يجاوب شاطرة. لا نحن عم نجاوب بس ما نحن وين باللغة العربية؟ بالعروض. لا بدك تحدد. بالعروض. بدك تحدد وين باللغة العربية؟ طيب. هلا مسموع صوتنا لفوق؟ بعرفه معلومة موجودة. أيوة. طيب اوكي. بس على المايك لو سمحت عشان نسمع صوتك. بحور الشعر الوافر. برافو إجابة صحيحة 10 علامات. عم يشجعوكم هون هالوحدة السكنية عم يشجعوكم كثير. المشجعين اللي عم يتابعونا بس ورا انهم ينزلوا يتفضلوا لعنا لأنه مو معقول إجابتهم من ورا الكادر يعني. هلا أكيد رح ننتقل لكلية الآداب عندك السؤال. من هو الشعب الأكثر مطالعة للصحف؟ طبعا في إحصائيات بالعالم أثبتت أنه في شعب من شعوب العالم هو الأكثر مطالعة للصحف. فمن هو؟ فرنسا. فكروا معكم علي تشاور. عفوا انت ما عم تشاور مع رفقاتك. ما تجاوب دغري. والاجابه عند مروه. تسمعها من مروه لو سمحت. جواب نهائي فرنسا. لا جواب من عندها. عفوا مروه. فرنسا. نحن مطالعه للصحف، مين اكثر دوله مطالعه للصحف؟ وليس طباعه صحف. مو طباعه، مطالعه. سوريا.
معكم وقت، انتظروا لنهاية الوقت وفكروا منيح واعطونا جواب. السويد. لسه معنا وقت، لا تخلوني غششوكم غلط كمان. لو سمحتوا انا بطلب من الجمهور اللي عم يعطي اجابه لو سمحت هلا خلص، يعني ما بدنا، خلوا الشباب يعتمدوا على حالهم. نحن بدنا نعتمد على جماعه الاتحاد بهي القصه. شو جوابي اخيره؟ سويد. 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 اذا بياخذوا بس خمس علامات لانه اخذوهم برا. خمس علامات اخذتهم برا لانه سمع وصل صوت اللي قالكم للكنترول. استاذ يوسف بدك تساعدنا بموضوع الاجابات، تسريب الاجابات من برا من الجمهور. من هون اكثر شيء. من السكن ومن الشباب. لا ومن هون كمان. وصلت اجابات الفريق الثاني من ورا. اجابتكم صحيحه. هلا رح ننتقل للجواب لسؤال عند كلية العماره. سؤال كثير سهل. مرق معنا بالاعدادي وبالثانوي. من اي الجبال ينبع نهر دجله؟ شو سهل هالسؤال؟ الثواني تمر. هلا ممكن يكون هذا السؤال الاخير او ممكن نسال سؤالين. صح. تمام. قد ايه النتيجة نسكور بس؟ نتيجة عم نشوفها هلا اكيد على الشاشة. 90 عمارة 85 ادب. ممكن نجاوب؟ ثواني. أصعب السؤال؟ إجابة أخيرة عندك. هضبة أرمينيا بتركيا. من جبال زغروس. من أي جبل قلنا؟ جبال جبال زغروس. انتهى الوقت. جبال طوروس. زغروس ولا طوروس؟ كلمة واحدة. طوروس. صح جوابه؟ صح. 10 علامات لكم، صرتوا 100 علامة. دوركم لحتى تعوضوا. لازم تعوضوا بهيدا السؤال. ليش زعلان؟ عندك الإجابة علي لو سمحت. علي ضياء ركز معي منيح حتى تاخذ 10 علامات كاملة واستشير رفقاتك. ما هو القفص الذي لا يحبس فيه حيوان أو طير؟ القفص الصدري. شوفوا كل إجابة بدي أسمعها من برا بدها تروح العلامة. لا ما حدا حكى. أنا سمعت إجابات. لسه ما حدا سمعنا، حدا حكى حدا من برا يعني. بدي اغير السؤال. ما حدا حكى من برا. لا قلنا الجواب فورا يعني. خلص انا رح اغير لكم السؤال من عندي. طيب. اسمع السؤال اللي بعده، بس لو سمحتوا ما حدا، ما بدنا اجابه. شباب اي حدا بده يعطي معلومه بده يروح العلامه للفريق. كله ثقوب ومع ذلك يحفظ الماء. كله ثقوب ومع ذلك يحفظ الماء. أسهل من هيك حزورة بعضل. كله ثقوب. أكثر من هيك؟ ناطرينكو. كثير سهل. أسهل من هيك؟ ها الوقت رح يخلص. عم نسمع يحفظ الماء. يحفظ الماء. الغيوم. كله ثقوب ويحفظ الماء. لا لو سمحتوا جمهور. كله ثقوب ويحفظ الماء. رح يخلص الوقت. الدقيقة عم تمضي. إجابة عند علي. أنا بدي أسمعها من علي. اتفقوا بين بعضكم واسمعها من علي. الإسفنج. جواب نهائي في داعي تستشير لسه حدا؟ متأكد علي؟ يعني أسهل منك أنا ما عم بعتقد فيه. علي؟ شو جوابك علي؟ سمعنا إياها هلا لو سمحت. الإسفنج. برافو عليك. 10 صحيح. لسا معنا سؤال ولا انتهى وقتنا؟ معنا سؤال واحد كونه بلشنا من فريق الأدب. سؤال أخير للفريق العمارة. نسأل حضرتك. من هو النبي الذي ألقاه قومه في النار؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. تفكر؟ هيدا. ما في غيره ألقوه قومه بالنار؟ لا لا. كوني بردا وسلاما على سيدنا. جواب نهائي؟ أكيد. طيب. مبروك. مبروك 10 علامات. وهيك مين بيكون عندنا الفريق الفايز؟ مين بيعرف حاله فايز؟ العمارة. فريق العمارة بيتأهلوا معنا. خمس علامات ما بينه وبين كلية الأدب. بيتأهلوا معنا للدور الثاني.
110-95 بفرق 15 علامة. طبعا حظ أوفر لكلية الآداب، كنا نتمنى أنه يبقوا معنا بس لازم يكون في فريق واحد بقيان للدور الثاني. طبعا تأهلوا العمارة مع فريق كلية الطب، والدور الثاني حنشوف كيف بدها تكون القرعة ومع مين بدهم يلعبوا. إن شاء الله لسه الدور الثالث. إن شاء الله أكيد. وكمان حتى الفريق الخاسر رح يكون في مباراة بين الأربعة اللي يطلع معنا فريق. بالدور الثاني. بالدور الثاني. مو بالدور الأول، بالدور الأول خروج المغلوب. أيوة. للأسف كنا بنتمنى. لهم معناها مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا من مسابقات رمضانية بهي الحلقة، نتمنى تكونوا استمتعتوا وأخذتوا فائدة من المعلومات اللي أعطيناكم إياها بمشاركة الفريقين من كلية العمارة وكلية الآداب. إلى اللقاء. شكرا لحسن المتابعة، لقائنا في موعد قريب جدا وفي حلقة منافسات ومسابقات جديدة. إلى اللقاء.